ونصل الى السيشن رقم 6. طبعا يسعدني جدا ان انا اقدم اختي العزيزه ترانا راضي. ترانا هتكلمنا على الثيرابيوتيك بلازما اكستشينج. والثيرابيوتيك بلازما اكستشينج من الحاجات اللي احنا هنا بنعملها كتير عندنا في الرعايه بانديكيشنز مختلفه. هنشوف بقى قبل وبعد الكوفيد. يا دكتوره هناء اتفضلي. طيب في الاول احب اشكر دكتور فادي وكل اساتذتي تشامبرسون دكتور حافظ وكل تيم الاي سي يو. هكلم بسرعه عشان 10 دقائق. طيب البلازما فارسيس او الثيرابيوتيك بلازما اكستشينج هي يوسفل في الكريتيكال ايلنس اللي بيبقوا كاركترايز بمايكرو فاسكولار ثرومبوزس او بالبريزنس بتاعت انتي بوديز اوتو انتي بوديز او توكسينز. الكلينيكال سبيكتروم مين اللي بيبقوا هيماتولوجيكال ديزيزز هيباتيك ديزيزز نيورولوجيك ورينال ديزيزز بلس انه ستيل هي في ريسيرش على البلازما فارسيس او الثيرابيوتيك بلازما اكستشينج في السبسيس اللي معاها مالتيبل اورجن فيلير which still has high mortality without specific therapeutic strategies other than supportive care. هرجع بس خطوه سنه لورا للديفينيشنز لان كنت عامله تقول بلازما فارسيس سلاش ثيرابيوتيك بلازما اكستشينج. طب هو ايه الفرق؟ The key difference between plasma pharesis and plasma exchange is that plasma pharesis is the process in which plasma is separated from the blood either by centrifugation or membrane filtration, while a plasma exchange is the process that involves discarding the plasma totally with substituting it with replacement fluids. The plasma pharesis and plasma exchange are two types of apheresis. Apheresis هو medical technology in which the blood of a person is passed through an apparatus that separates out particular constituents and return the remainder to the circulation. There are mainly two types of apheresis, يا donation يا therapy. Donation اللي هي البلازما فارسيس والاريثروفارسيس، يعني بفصل الحاجة اللي أنا عايزة أديها للعيان، هفصل البلازما فهديها لعيان تاني. أو ثيرابي زي البلازما اكستشينج، ال دي ال افارسيس، فوتوفارسيس، بيكون في حاجات بقى ايه كلها ليها علاقة بالثيرابي، يعني بعرض البلاد بتاع العيان مثلا في الفوتوفارسيس دي لالترا فايلت لايت بيغير حاجات في البلاد وادخلها له تاني في بعض الديزيزز. طيب ايه مين المسؤولة بتتكلم بقى كتير عن البلازما اكستشينج؟ هي ذا امريكان سوسايتي فور افارسيس اللي هم بيقولوا عليها اسفا. Periodically evaluates the potential indication for apheresis and categorized من category 1 لكategory 4. Category 1 هي disorders which apheresis is accepted as first line of therapy either alone أو مع conjunction therapy مع حاجة تانية. زي الجيمباري سيندروم، مايثينيا جريفز، ديمايلينيتنج بولينيوروباثي، هايبر فيسكوزيتي.
الثرومبوتيك ثرومبوسيتوبينيك بيربراج والباستور سيندروم، ثرومبوتيك مايكرونجوباثي والويلسون ديزيز في الفالمنت تايب بتاعه. الكاتيجوري 2 الفارسز هي اكسبتد از سكند لاين برضه، يا لوحدها يا اما ان كونجنكشن مع حاجات ثانيه زي اللامبرت ايتن مايثينيا سيندروم مالتيبل سكليروزس ثايرويد ستورم مشروم بويزنينج اكيوت ديسمينيتنج انفلاميلايتس اوتو اميون هيموليتيك انيميا ودي هنرجع لها سيستميك لوبس والمايلوما كاست نيفروباثي. كاتيجوري 3 دي ديس اوردرز البلازما فارسز فيها اوبشنال والثيرابي فيها مش استابليشد، فالديسيجن بتبقى انديفيدالايزد كيس باي كيس زي بوست ترانسفيوجن بيربرا ار بي سي الو ايمونايزيشن في بريجننسي اوتو اميون هيموليتيك انيميا بعض انواع البنكرياتيتس وستيف سيندروم دراج اوفر دوز وايميون ثرومبوسايتوبينياس. طب وفين الهايبر كوليسترولميا مش محطوطه في الكلاسيك مش انا عندك كلاسيك يعني مهم هو يلاحظ على الكلاسيفيكيشن دي ان في بعض الانديكيشنز الجديده اللي لسه ما دخلتش فيها which probably means انها محتاجه further research لانهم بياخدوا guidelines من نتائج clinical trials. حتى غير دي في حاجات اتحققت وفي حاجات هقولها للدكتور عنها فهي الدكتور عنها هتقول الحاجات اللي مش فاهمها صح؟ انا بقول اللي هم قايلينه وهقول احنا عملنا ايه بالظبط. كاتيجوري 4 هي disorders in which published evidence demonstrate بالعكس انه الافارسز ممكن تكون ineffective وكمان ممكن تكون harmful وان دي بقى راجع لكل انستتيوشن هي عايزه تعمل التكنيك ولا مش عايزه تعمل التكنيك زي فالب سيندروم هيموليتيك يوريميك سيندروم في البولي ارترايتس نودوزا. وكانوا ذاكرين انه برضو في الكوفيد 19 البلازما فارسز كانت واحده من التايبس اوف ثيرابي عشان ريموفينج السيتوكاين ستورم. نيجي للكونترا انديكيشنز الكونترا انديكيتد البلازما فارسز في بيشنتس اللي ما يقدروش يتولريتو سنترال لاين، بيشنتس اللي عندهم الرجيز بقى من الهيبارين، عندهم مشاكل مع الفريش فروزن بلازما، هيمودايناميكلي انستابل ودي برضو بين قوسين لان ممكن كنا بنعرف نظبط عيانين ونحطهم. البيشنتس اللي عندهم مشاكل ليها علاقه بالهايبوكالسيميا لان ممكن تاكزاجريت، واللي بياخدوا اي سي انهبيتر كان ريكومندد ان لازم قبلها ب 24 ساعه يوقفوه علشان البريديكاينين ليفل بيبقى عالي وممكن يدخلهم في هايبوتنشن وفلاشينج وجي اي تي مانيفستيشنز. البوست كوفيد سيتويشن بره مصر بيتكلموا في ان البوست كوفيد الثيرابيوتيك بلازما اكستشينج كونسامشن ابتدت ترايز ل 9.5% year on year after ما كان حصل 31% drop في year 2020 في الاستخدام بتاع التوتال بلازما اكستشينج وده عكس اللي حصل عندنا. UK Leatherhead وأكرن في USA نشروا في 2021 انه ابتدى الديماند على الثيرابيوتيك بلازما اكستشينج كان افكتد سيفيرلي بالكوفيد 19. احنا وي ستاديد بقى ذا انديكيشن والريت اوف ابلكيشن والكلينيكال كاركترستكس والكومبليكيشن والاوتكم تبعوا البيشنتس اللي اندروينت الاكسترا كوربوريال تكنيكس including الـ CRRT والـ Therapeutic Plasma Exchange في الـ PQ بتاعت المنيرة على مدار 4 سنين من 2019 2020 21 22. الغرض كان ان احنا كنا شايفين ان بقى في تغيير في الباترن بتاع العيانين اللي بيخشوا لنا اللي ابتدوا يبقوا محتاجين اكتر للبلازما اكستشينج مقارنه 2019 اللي هو كان لسه الكوفيد مش استابليش لحد 2022. للاسف في النص 2020 و2021 الامور ما كانتش مظبوطه قوي لان اوريدي عدد العيانين اللي دخل الاي سي يو قل لاكتر من سبب اهمهم ان العيانين كانوا بيبقوا خايفين يروحوا مستشفيات. فلقينا اوريدي ان الريتروسبكتيف اوبزرفيشنال ستادي كانت كولكتد من الفايز زي ما قلت لكم على مدار 4 سنين شفنا 1192 عيان كان 82 عيان منهم احتاجوا اكسترا كوربوريال ثيرابي دول اللي كانوا انالايزد معانا 65 كيس اللي هم 80% عملوا توتال عملوا ثيرابيوتيك بلازما اكستشينج و 20% عملوا سي ار ار تي وفي 5% احتاجوا يعملوا التو تكنيكس.
throughout the 4 years, the number of patients that had extracorporeal therapy كان في سنة 2019 كانوا 3%, في 2020 كان 5%, في 2021 7%, في 2022 كانوا 12%. فهو أكنه زاد 4 أضعاف على مدار الأربع سنين. الريزلتس بتاعتنا كانت انه الاكيوت كيدني انجري اللي معاها كانت مالتي سيستم فيلير وسبسس, ما كانتش اكيوت كيدني انجري عاديه. كان عندنا 24 عيان دول عملوا سي ار ار تي, كان 58% منهم في 2022. الجليان باري سندروم كان عندنا 29 عيان, 34% منهم كانوا في 2022. الاوتو اميون هيموليتيك انيميا اللي فيل معاها الستيرويدز والاذر لاين اوف ثيرابيز وما عرفوش ياخدوا الماتش بلاد او الليست ماتش بلاد الا بالثيرابيوتيك بلازما اكستشينج كانوا 41% في 2022. ابتدى بقى يظهر لنا الحالات زي النيورومايلايتس اوبتيكا جايين داخلين الرعايه بلايند 50% في 2022, بيعملوا سيشنز ويخرجوا they can see again. Transverse myelitis, autoimmune encephalitis, sickle cell crisis, myasthenia gravis, snake bite كانوا 100% منهم في 2022. ده اللي انا قلته فمش هقوله تاني. Most common two indications بالنسبة لل therapeutic plasma exchange بالنسبة لنا كانت ال neurological diseases كانت 39 كيس يعني 47%, والهيماتولوجيكال كيس كانت 21%. احنا عملنا 128 سيشن, 22 سيشن كانت سي ار ار تي والباقي كله كان ثيرابيوتيك بلازما اكستشينج, وكان كله في 2022. ريجاردينج ذا سيشن كوست, دي من الحاجات اللي كنت حابه انكم عارفينها, انه البيشنت كان بيكلف في 2019 5800 جنيه, عاليو في 2022 ل 7800 جنيه. باصين للسعر بتاع الفاسكولار اكسس فلتر البومين والنيرسينج شيفت, واغلب الانكريز ده كان راجع للفاسكولار اكسس, 57% زياده في ثمن الفاسكولار اكسس من 2019 ل 2022. الالبومين سعره زاد 37% على مدار الاربع سنين, الفلتر 36% على مدار الاربع سنين, والنيرس 17%. مات مننا للاسف انا فاضل لي 2 سلايدز. مات مننا للاسف 11 عيان, 9 كانوا سبسس ومالتي سيستم اورجن فيلير, وهم كانوا اغلبهم عاملين سي ار ار تي. عيان واحد اللي كان عامل البلازما اكستشينج ومات. الكونكلوجن بتاعتنا ان اليوز بتاع الاكسترا كوربوريال ثيرابي واز رايزنج الون ذا ييرز من 2019 ل 2022 دو تو مينلي اوتو اميون ديسريجوليشن among affected patients. انه الثيرابيوتيك بلازما اكستشينج كان سيفلي بي يوزد في اكسبيرينس بي كيو. سي ار ار تي هاز بور بروجنوزز في الاكيوت كيدني انجري اللي معاها سيبسس ومالتي سيستم فيلير, وان الكوست اوف سيشن بتاعتنا اولموست دبلد الونج ذا 4 ييرز. ثانك يو سوري. العيانين عندنا ما كانش عندنا حاجه ثانيه مع الجرو ده, احنا ما جالناش حد هيباتك اتعمل له بلازما اكستشينج خالص. يعني قلت لهم ان انا لقيت انها من ضمن الحاجات اللي في الفيلم ان الهيباتايتس هم فاكرين ان ممكن نعمل ثيرابيوتيك بلازما اكستشينج, بس ولا حيان كان ريفير لينا هيباتك. هو يا فندم الدكتوره هناء بتتكلم على الحالات اللي جت في رعايه المنيره في الرعايه السابع خلال تايم فريم معين, انما في حالات ليفر سيل فيلير, والليفر سيل فيلير طبعا كاستخدام الاكسترا كوربوريال تكنيكس سواء البلازما اكستشينج او بعض السي ار ار تي موداليتيز او السيكل باث البومين, اعتقد هتذكر في البرزنتيشن جايه ديورينج ذيس سيشن وممكن نناقش فيها. هي موجوده بس ما كانتش عندنا في السابع خلال التايم فريم ده, كانت عندنا قبل كده وكانت في رعايات ثانيه. اللي لاحظناه يا دكتور هي انه مين دي الحالات اللي زايده علينا هي الحالات اللي ليها علاقه بالاوتو اميون ديزيزز, واحنا ربطنا ده بوسيبل ان هو له علاقه بالكوفيد سواء الانفكشن او الفاكسين. وحتى لو الكوفيد عمل اكتيفيشن ده حاجه ثانيه بالظبط.
لا 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 لا